يا الله، السلام عليكم شباب، شلونكم؟ ان شاء الله كله بخير. خلونا نبدا حلقه اليوم بالصلاه على محمد وال محمد. طبعا اعتذر، صار فتره ما منزل فيديوهات لان ماكو شيء جديد. عندي بد ان الافراخ الباكستانيه طلع من العش ما شاء الله، طير ان طلع عندي 8 افراخ الحمد لله والشكر. طبعا عندي هذا الفرخ شباب، ما اعرف، انا قلت لكم انا اول مره اجني الفناجس. هذا البنص لونه يختلف عن خواته، يعني على رصاصي، خواته رمادياته وهو على رصاصه، ما اعرف طفره وما ادري. هو الوانه هيك الباكستاني، انا قلت لكم اول مره اجني الفنجس، يعني ما جاني قبل، ما اعرف شي يطلع. نعم الله. شباب عندي تك من ذن الملكيات الحمر، شفته قبل يومين 3 ايام معوش الصراحة، وهملته يعني ما لي خلقه، وتعرفون صيام فما صعد لهن، فهسه صعدت لقيته هنا ميت. فهذا الهمال من عندي، من شفته وقلبته طلع بيسهال، تشوفون؟ الحمد لله والشكر. هذا احمر، ويعني بداية جهوزية، استوهن جهزا، فالحمد لله والشكر على كل حال. شباب بخصوص الخانات مثل ما قلت لكم هاي الطريقة مال الرطوبة سويناها، قلت لكم من ان شاء الله يفقسن اقول لكم عن النتيجة. الصراحة ذني الزوج بيضا وذن بيضا، ذن الزوج بيضتين ما شادات، وهذن الزوج بيضة واحدة شادة، الثانية ما شادة. طبعا السبب لان طبقة جديدة اول مرة اطبقهن، فشي طبيعي يصير يعني ماكو شد، يعني مو 100% ماكو شد، بس مرات اكو اثنين يشدن، مرات واحدة، مرات ما يشدن الطبقة الجديدة. فذني ما شدن الجو، وذني شددت بس واحدة. والبارحة موعد تفقيسها، يعني فقست البارحة، شفتها انا فقسة، فصعدت هسه لقيت الفرخ ميت، هذا الفرخ ميت، ما اعرف شنو السبب، بس الحمد لله. حبيت اقول لكم على هاي الطريقة الصراحة، يعني انا جاي اشوفها ناجحة، لان احنا 3 بيضات ما شادات، بس بيضة شادة وفقست، يعني ما اختنق الفرخ بالبيضة. وان شاء الله هم يعني اذا شيء طبيعي بيضا ان شاء الله بالايام الجايه، وهم نتاكد يعني بعد اكثر واكثر، على مود نعطيكم النتيجه الاكيده. وبخصوص قلت لكم عندي هذا التك الاحمر المات من الاسهال، طبعا شباب الاسهال مرض معدي، فانا كنت ما متاكد، يعني ما ادري بيسهال، فهسه يعني تاكدت من عنده اسهال، فان شاء الله راح اطيع علاجات. العلاجات انا دائما استخدم للاسهال، استخدم الثوم والليمون، شارح بالقناه هذا الثوم والليمون، طبعا هو مفيد للتنفسيه ومفيد للاسهالات هم، ومستنبت الحلبه، مستنبت الحلبه هم ضروري، بس هسه انا راح اسوي لهم ثوم وليمون على مود خافك وفد طير عنده اسهال، فان شاء الله نعالجه. وبعد فد كم يوم هم نسويها مستنبت الحلبه، هم نطيه على مود ينظف الامعاء كلها. فالاسهال معدي، اذا صارت عندكم حاله اسهال يعني لازم تعزونه بسرعه الطير، ما تخلونه ويا اذا كانت عندك خاصه محميه. طبعا هاي الفناجس ما شاء الله. طبعا احد الاخوه ذاك يوم علق لي قال لي تصويرك مو واضح. طبعا شباب انا اكثر شيء اصور الصبح، والصبح الشمس بعدها يعني طالعه من الشروق من هاي الجهه،
فبعدها ما واصله هنا أنا. من اصور هيك يعني ما يبين التصوير، مو التصوير مو واضح، يعني الاضاءه مو واضحه. فان شاء الله راح بس اسوي هنا مجاثم يصير التصوير واضح. وهنا هم لا تنسون يعني الطيور لونهن يعني رصاصي، يعني هم ما يبين. شباب ذن الفناجس بدن هنا ايضا هنا وهنا ما شاء الله. هسه شفتهن هنا بيضة بيضتين. وهنا بيضة بيضة واحدة. هذاك يوم قلت لكم شباب، قلت لكم الفنجس ما شاء الله انتاجه سريع، والحلوه اللي بيض اكثر من بيضتين، يعني عكس الملكي. طبعا الملكي انتاجه هم حلو، بس الصراحه يعني بيه مشاكل بالشتاء، يعني انتاجه مو ذاك الانتاج. ينتج هو يبيض بس يموت الافراخ، يعني انا ذاكرها باكثر من فيديو. بس الفنجس ما شاء الله يعني انتاجه حلو. ما شاء الله شو هذا. شباب اللي هنا نهاية الفيديو، اتمنى عجبكم ان شاء الله. واذا عجبكم خلونا لايك واشتراك، وان شاء الله خلونا نوصل ل4000، وان شاء الله نقدم لكم الافضل والافضل. وتحياتي للجميع.